السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة على طول، مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. طبعا اتأخرت عليكم في الفيديو ده، بقالنا فترة ما عملناش، لكن الحمد لله هنبدأ من جديد. المزادات ده أول مزاد يعتبر في الموسم الجديد. معانا أول مجموعة، احنا هنقسم تقريبا هيكونوا 3 مجموعات، مش عارف لسه هيبقوا 3 مجموعات أو 4 مجموعات. المجموعة الأولى اللي هو جوزين زغليل بديري، فيهم جوز أكبر من جوز، أظن واضح اللي هم على الأطراف دول، فيه جوز أكبر شوية لكن كلهم معتمدين، لكن الجوز ده بيطير داخل المكان. طبعا انا مقفل اهو الشبابيك فما بيخرجش بره الاوضه دي، الحمام او الزغليل اللي عندي كله ما بيخرجش بره الاوضه دي. طيب شرط المزاد الاول البيع في دمياط. النهارده الاربع، نهايه المزاد يوم الحد. نهايه المزاد يوم الحد، التسليم في دمياط زي ما قلنا. لو عايز تبدأ تربية حمام ومحتار هتبدأ بإيه، مفيش أحسن من إن أنت تبدأ بزغليل زاجل، يطيروا عندك، يتعودوا على المكان عندك. لو عايز تاكل من ولادهم تاكل، لو عايز تطير ينفع، لو عايز تدخل بهم سباقات دربهم وهيدخلهم السباقات. تمام، يبقى زي ما قلنا نهاية المزاد يوم الحد والتسليم يوم الاثنين القادم ان شاء الله، عشان نأتي فرصة للناس ان هي تخش وتزود. طبعا كل عارفين المزادات اللي عملناها قبل كده، عارفين ان هو شرط المزاد ان هو يكتب السعر في التعليقات بتاعت الفيديو، مفيش بيع على الخاص يا جماعة. طيب دي المجموعة الاولى، نشوف بعد كده المجموعة التانية. المجموعة التانية الجوز المفصص ده زاجل كله طبعا، ده الجو الفرد الكبير ده فكك ريشتين، لكن اللي هناك ده معتمد على نفسه لسه ما فكش ولا ريشة، بسم الله ما شاء الله. طبعا كلكم عارفين الزاجل اللي هو الديل على ريشة واحدة، لو شفنا نحاول نجيب الديل. الفرد ما شاء الله واقف، طبعا الناس اللي عارفه الزاجل. يبقى دي المجموعه الثانيه، الجزء ده بس هنسيبه، طبعا هو طاير في المكان زي ما قلنا. خليك معانا للنهايه، هنقول لك بدايه سعر المزاد كام على كل المجموعات بسعر الجوز. المجموعه الثالثه 3 زغاليل باللون الاسود، معتمدين برضو على نفسهم، ما شاء الله حجم وصحة ما شاء الله، معتمدين على نفسهم لكن لسه ما فكوش ريش. دول 3 زغاليل المجموعة التالتة، نشوف لسه المجموعة الرابعة ونقول بقى سعر بداية المزاد. المجموعة الرابعة جوزين ازازي، زاجل من احسن الزاجل يا جماعة، من افضل انواع الزاجل، هما كلهم ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الافضلية طبعا للي ياخد ال4 مجموعات على بعضهم. التسليم في دمياط ما تنساش. نقول بقى بداية سعر المزاد لكل جوز، وتحدد المجموعة اللي انت عايزها في التعليق، يعني تكتب التعليق تقول المجموعة كذا، المجموعة الاولى او التانية او التالتة، اختار زي ما انت عايز، او كل المجموعات او مجموعتين زي ما انت عايز. تحدد المجموعة، احنا هنبدأ سعر المجموعات لكل جوز 50 جنيه بداية سعر المزاد كل المجموعات، اختار اللي انت عايزه، اللي بيحب اللون الاسود، اللي بيحب الازازي، اللي بيحب المفصص او القريشي زي ما بنقول عليه هنا في دمياط، كله تحت امركم.
كله طبعا بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. ما تنساش نهاية المزاد، اخر تعليقات هنقبلها في المزاد يوم الحد، اللي هيزود اخر زيادات يوم الحد، تسليم يوم الاثنين، النهاردة الاربع، يبقى قدامنا الخميس والجمعة والسبت وحد، اربعة ايام تزود فيهم، لكن التسليم يوم الاثنين ان شاء الله. تسليم في دمياط شرط المزاد يا جماعة. والتعليقات لازم تكون على تعليقات الفيديو على اليوتيوب، مفيش تبيع على الفيسبوك او على الخاص. ارجو يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.